السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالإخوة الحضور معنا في اللقاء نتاع الليلة، الندوة اللي حضرنا لها، الندوة الخاصة بفريق سويس كوين العرب. الليلة إن شاء الله باش نتعرفوا مع بعضنا على شركة سويس كوين، باش تعرفوا على العملة هذه الرقمية الجديدة اللي نزلت. نبدأ بإذن الله التقديم. الشركة هذه أول حاجة هي شركة سويسرية، مقر الرئيسي بتاعها في سويسرا. الشركة هذه في البداية نتاعها عرضت أكثر من 2 مليون يعني 2 يعني مكافأة ترحيبية ل 2 مليون عضو معاها، مش مليون، 2 مليون. يعني أي شخص يسجل في السويس كوين في البريود قبل ما نوصل 2 مليون شخص عنده ما قيمة 100 سويس كوين، اللي هي العملة الرقمية اللي بإذن الله باش نبداو مع رحلتنا في التعدين مع شركة سويس كوين، ونعدلوا العملة هذه. الامتيازات اللي تديها لنا طبعا الشركة هذه، أول حاجة إنه تعطيك 100 سويس كوين مجرد تسجيلك مجانا، تعطيك مكتب افتراضي قوي يعني متابعين، وتوفر حزم اشتراك ابتداء من 25 يورو للأشخاص اللي قرروا باش يعدلوا مع شركة سويس كوين، يعني ينتجوا العملة هذه. يعني ركائز النجاح متوفرة لنا الناس الكل. كيفية هذا أول حاجة شركة سويسرية ومع شريك ومدير سويسري، يعني الشريك والمدير بتاع الشركة هذه سويسري. سويسرا كما نعرف الناس الكل هي بلد المال والأعمال، وأيضا مجال فما إخوة ما يعرفوش اللي المكان الوحيد حول العالم اللي يتم فيه تشفير العملات الرقمية هي سويسرا. أوكي، يعني ركائز النجاح متوفرة لنا، شركة سويسرية مع شريك ومدير سويسري، منتوج وتشفيرات جديدة، ويعني والشركة بالمنظومة اللي باش تعمل بها، يعني استجابة باش تكون، يعني فما فكرة وتطوير واستجابة للأزمات والأزمة المالية اللي قاعدة تصير حول العالم. فما أكثر من 2.5 مليار شخص في العالم ليس لديهم حساب مصرفي، باش يعني هذوما باش تكون متاح إنه فرصة إنه الشركة باش تستهدفهم. استخراج اكبر كميات ممكنه من التشفيرات المتقدمه، بحكم ان سويسرا هي البلد الوحيد حول العالم اللي تم فيه عمليه تشفير العملات الرقميه. نحكيو على العملات الرقميه للاخوه اللي ما عندهمش فكره عليها، العملات تاريخ العملات والعملات الرقميه. احنا منذ بدايه وجود البشر على وجه الارض، يعني كان فما حاجه اسمها عمله اللي من خلالها يتم الشراء والبيع وغيره. العملات هذه بدات بطبيعتها يعني اشياء بسيطه، بدات بقواقع نتاع بحر، بدات بعملات يعني نحاسيه، بعدين ولات اوراق نقديه، بعدين ولات بطاقات مصرفيه، الى ان وصلنا الان للعملات الرقميه اللي بدا تداولها منذ سنه 2009. بدات اول حاجه بدات بالبيتكوين. البيتكوين هو اول عمله رقميه يتم اصدارها. البيتكوين هذا اول ما تم اصداره، مش نحكي كيفاه، انه كان سعره يعني زهيد جدا، وبعد وصل الاسعار يعني خياليه. عمليه التشفير اللي كما حكيت تتم للبيتكوين، يعني الاثيروم اكثر العملات الرقميه حول العالم، عمليه التشفير تتم في سويسرا، واحنا الشركه اللي نعمل معاها في مجال التعدين سويس كوين هي شركه سويسريه. فهذا يعني هكا نجم نعتبر سويسرا هي بلد تشفير العملات الرقميه، بالاضافه الى انها عاصمه المال والاعمال في العالم. ركائز هذه من ركائز النجاح. ايضا يعتبر البيتكوين اول عمله رقميه يتم اصدارها، حيث تم ايجاده سنه 2008. أصدرها الياباني ساتوشي ناكاموتو، وكان سعر البيتكوين الواحد بضع سنتات 0.01 سنت. الناس اللي تعرف وتعمل في مجال البيتكوين تعرف اللي تم أول عملية شراء منتوج ملموس يعني عن طريق البيتكوين، تم شراء قطعة بيتزا ب 10,000 بيتكوين، أي ما يعادل الآن سعر البيتكوين 3 ملايين دولار بسعر البيتكوين الآن. يعني البيتزا هذه أغلى بيتزا في العالم تم شرائها ب 10,000 قطعة بيتكوين في وقت اللي كان وقتها البيتكوين 0.01 سنتيم. الآن البيتكوين وصل لل 1000 يورو، ورجع الآن استقر في 520. كيف تشوفوا يعني كيفاش إنه العملة تبدأ.
سعر زهيد جدا، واحنا هذا اللي صاير توا في السويس كوين، احنا العمله سعرها 0.03 سنتيم. شنو يعني هذا؟ يعني اي في ظرف سنتين او ثلاث صار سعر البيتكوين الواحد من 1 سنت وصل ل 1000 يورو، والان استقر سعره في 520 يورو، مما ادى الى ثراء فاحش للناس الذين اشتغلوا على موضوع البيتكوين واشتروه بمبلغ بخس واصبحوا من اصحاب الملايين، اللي هما انتم انا وانتم نفس العمليه زاده. احنا لو قاعدين نشوفوا ان التاريخ قاعد يعاود في نفسه، احنا توا اول ناس دخلنا مع السويس كوين وبدينا التعدين، والعمله يعني بسعر هي تعتبر كبدايه سعرها بدايه اغلى من السويس كوين، يعني السويس كوين كان بصفر، البيتكوين كان 0.01، السويس كوين بدات ب 0.03. خصائص السويس كوين انها امنه وحقيقيه، لانه البيتكوين اول ما تم اصداره هو يعني الشخص اللي ينصب اليه اصدار البيتكوين هو اسم وهمي، لا ما نعرفوش هل انه هل هذا اسمه الحقيقي اللي قام بايجاد عمله البيتكوين ساتوشي ناكاموتو، بينما سويس كوين معروفه 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 شكون يصدر فيها وشكون الاشخاص اللي يعملوا في الشركه وغيره. يعني احنا في خصائص، اذا نحكيو على خصائص سويس كوين، اول حاجه انها امنه حقيقيه، تشفير وتوزيع 200 مليون عملات معدنيه، معدنيه راهو يا جماعه معدنيه، على فكره باش نحطوا في بالنا، راهو العمله اللي عندك انت لها نظير في سويسرا في شكل معدن. مشاركه الربح مع الاعضاء، هذه من خصائص سويس كوين، يعني شركات سويسريه تدعمها. بدايه استثمار كتله ابتداء من 4 يونيو 2016 تم بدا التشفير وبدا انتاج عمله سويس كوين. الهدف انه 10 مليار انتاج 10 مليار سويس كوين، ولان كل المعاملات يعني كل المعاملات المستقبليه ستعتمد على العمله الرقميه، تم انشاء شركه سويس كوين واحداث عمله سويس كوين، حيث انه من المتوقع ان تصبح العمله الاولى في العالم في التداول عبر الانترنت. الامتيازات ايضا التسجيل مجاني لجميع الاعضاء، محضه الكترونيه امنه مجانا لجميع الاعضاء، فرصه تاريخيه، نحكيه على فرصه تاريخيه، برنامج نتورك ماركتينج فريد من نوعه، او ممكن نقولوا هجين، يعني مجمع بين عده انظمه نتاع نتورك ماركتينج، تسجيل مجاني لكل اعضاء مع محفظه امنه، حكينا هذا به. طريقه توزيع الارباح الشركه في توزيعها للارباح، 1% للمطورين اللي يعملوا على تطوير الشركه ونظام الشركه وعمل الشركه وغيره، 1% للمستثمرين اللي هما قاموا يعني انشاء الشركه، هذوما الاعضاء المؤسسين اللي هما عددهم 5000 عضو مؤسس، 18% للمضاعفات، احنا نحكيو لو على شخص دخل ب 25 يورو خلال باك نتاع 25 يورو في ظرف 5 او 6 اشهر، المضاعفه مش توصل للخمس او 6 مرات، و 80% من توزيع الارباح مش يتم للعموم، الاشخاص اللي يعملوا مع سويس كوين او يحملوا عمله سويس كوين وغيره. أرباح الفريق هذه بعدين مش نحكيوها بالتفصيل، كما تشوفوا أمامكم هذا اللي كنا نحكيو عليه، نظام الهجين اللي حطته سويس كوين، 10% عمولة مباشرة، إذا كان أنت مجرد تسجيلك فيدك 30 يوم، إذا شريت أول باك مش تاخذ 10% بونيس على الباك اللي قمت بشرائه، يعني لو خديت باك ب 25 يورو فيدك 30 يوم، في ظرف 30 يوم ما تجاوزهمش، اذا كان يعني تشري باك ب 25 يورو باش تلقى عندك دوبليكيت 5 يورو، 10% مكافاه البدايه السريعه ايضا هذه تاع 30 يوم، 22% عموله الفريق هذه تحتاج المشتركين واحد يمين واحد يسار، البينير نسميوها، ايضا عندك عموله من ارباح فريقك اللي يعني 11 جيل 11 جيل تحت بعضهم، يعني انت ما تربحش على الشخص اللي سجل تحتك مباشره فقط، تربح على 11 شخص سجلوا تحت. ايضا من ارباح الفريق 1% من حجم معاملات الشركه، هذه ياخذوها الناس اللي عندهم جراد كبير في الشركه، رتبه كبيره. الروتاب بتاع الشركة لما انت تقرر باش تعمل، على فكرة العمل في مجال الريفيرال اي تسجيل الاشخاص هو اختياري، اذا كان حبيت تشتغلوا اوكي، ما حبيت تشتغلوا زاد ليبر، انت حر، يعني تقدر تكتفي بالتعديل. اذا قررت باش تشتغل في مجال الريفيرال هذا اش يعطيك؟ يعطيك روتاب، والروتاب هذه تعطيك بونيس اموال يورو،
فاول رتبه كما تشوفوا امامكم جاب، بعدين بيرل، بعدين سفير، بعدين روبي. اول ما توصل لرتبه روبي، اول ما توصل لرتبه روبي تاخذ شهاده ساعه من الشركه، شهاده اللي انت تعمل معاها، تاخذ 500 يورو الكونت بتاعك بونيس. بعدين تجي الرتب الاخرى، ايميرلود، دي ديامون، دي ديامون غير كما تشوفوا هنا، فما جوائز كما هنا. ايميرلود ياخذ 1000 يورو مع ماك بوك، ديامون ياخذ 2000 يورو، بلو ديامون ياخذ 5000 يورو، وهكذا الرتب والجوائز. كل رتبه عندها الجائزه الخاصه بها. لين توصل كما تشوفوا هنا، لين توصل دوبل بلاك ديامون، انه يكون تحتك 20 شخص ديامون، هنا الجائزه نتاعك مش تكون مليون يورو مع فيلا، فيلا ابار قيمتها 500 الف يورو. استراتيجيه جديده سويسكوين، يعني التاريخ، ديما ننظر للتاريخ، اكد التاريخ ان فرصه تشفير العملات الرقميه يكون اكثر منذ البدايه. يعني اذا كان حبيت تربح من، يعني تستغل فرصه تشفير العملات الرقمية، لازم تكون في البداية، في بداية العملة اللي تم إصدارها. فإذا هذه فرصة، فرصة حقيقية للاستثمار لا يجب الاستغناء عنها. يعني بداية موفقة وناجحة، لو نرجع للتاريخ، ما نحكيش على البيتكوين فقط، نحكي على البيتكوين وعن العملات المتداولة غيرها، كل كما تشوفوا أول ما تبدأ بضع سنتين، في ظرف سنة أو سنتين توصل يعني سعر كبير ياسر. باقات الاستثمار توفرها سويس كوين تبدا من 25 يورو حتى 15000 يورو على كل باقه عندك توكن محدد. اذا فنحن هنا امام فرصه تاريخيه. شعار الشركه لو نشوف العداله، الحقيقه والحريه، نجم نطلع على شعار الشركه اللي هو النسر، يعني لما شنو يرمز في العدل في حياتنا. يعني الهدف بتاع الشركه شنو هو؟ هي انه يقول لك انه الهدف بتاعها العدل في حياتنا، المزيد من النجاح والمزيد من الفرص والمزيد من الدخل، المزيد من السعاده والمستقبل، الحقيقه والوضوح، موقف السلامه للتشفيرات الرقميه الجديده اللي يتم تشفيرها، حريه الناس في ان يعيشوا حياتهم الخاصه هي المهمه المركزيه لدينا. هذا ايش تحكي سويس كوين على نفسها وايش تعرف نفسها؟ الاستقلال تساعد الاخرين، يعني مستقله عن البنوك والدول التي سيتم الوصول اليها، والحريه في الاستخدام، الامن، الرغبه في الامن لمدخراتهم، الاستقرار وتحدي الازمه الماليه الاخيره. العملات الرقميه اثبتت انها ما تتاثرش بالازمات الماليه اللي تصير حول العالم، لانه هذه عملات رقميه. فاذا نحن امام فرصه فريده من نوعها. الازمه الماليه الاخيره وازمه العمله الحاليه جعلت يعني الثقة في المؤسسات المالية اهتزت بشدة، ويعني والناس يعني يبحثون عن خدمات مصرفية إضافية مستقلة عن دول قيمتها محترمة. فالناس هنا بدات تتوجه وانتبهت انه فما عملة رقمية، مش شرط انك تستثمر في البنوك وغيره وتتأثر بالأزمات المالية. إذا ما تحبش تتأثر لازم تمشي تستثمر في العملات الرقمية اللي أثبتت صلابتها وإنها صلبة أمام الأزمات المالية اللي شهدها العالم. الإنترنت حاليا حوالي 3.5 مليار مستخدم، يوفر يعني إمكانيات من الزبائن المحتملين لاستخدام العملات التشفيرية الرقمية. الإنترنت يوفر، يعني الناس اللي تستعمل في الإنترنت أكثر من 3.5 مليار مستخدم. إحالة التسويق جنب إلى جنب مع وسائل الإعلام الاجتماعي يعطي جميع فرصة على المدى القصير والطويل لصالح نمو الشركة. احنا نستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي واكثر الناس تستخدم فيها، والشركه استهدفت المواقع هذه ومن خلالنا باش تحاول يعني تنمي الشركه قدر المستطاع. شركه فكرت ونظرت لبعيد، وضعت استراتيجيه الحفاظ على راس المال. فما كما نعلم الناس كل انه مثلا هو يقول لك لا تضع البيض في سله واحده، فلذلك الشركه استثمرت 30% من رأس مالها في عقارات، العقارات والغابات والأراضي الزراعية والبحيرات. أيضا استثمرت 30% في الأسهم، استثمارات الشركات، 30% استثمارات في المواد الثمينة المادية كالمعادن والعناصر الأرضية النادرة كالذهب والديامون والنفط وغيره.
واستثمرت 5% في الأوراق النقدية على سبيل المثال اليورو والين والدولار وغيره، و5% في تشفير العملات رأس مال الشركة، يعني شركة يعني ذكية جدا، شركة خذت من تجارب غيرها وطورت من نفسها. باش نمر الآن للجزء الثاني والأكثر تفصيل للإخوة، يعني أنا حاولت إنه نلخص الأسئلة اللي وردتني خلال الأسبوع هذا كله ونحاول إني نجاوب عليها من خلال تقديم الجزء الثاني. دقيقة ونبدأ إن شاء الله بالجزء الثاني. بارتاج يظهر لي ما قاعدش في سبيلات. مرحبا بالإخوة الحضور اللي معنا في اللقاء نتاع الليلة الندوة هذه حول سويس كوين عرب، طريق سويس كوين عرب. نبدأ إن شاء الله بركة الله الجزء الثاني للندوة هذه. وقدم الإخوة أعضاء فريق سويس كوين عرب شرح وافي عن كيفية الربح من مشروع سويس كوين. الطريقة الأولى بعد التقديم اللي قمنا به في الجزء الأول للشركة وشكون أسسها ونظام العملات الرقمية والتشفير وغيره، باش نحكيو الآن على طرق الربح من سويس كوين. الطريقة الأولى هي التعديل بدون تسجيل أشخاص معك، يعني الشركة هي يتم طريقتين للربح، تسجل أشخاص معك وتربح عليهم يعني بونيس، أو تكتفي بالتعدين فقط وتربح يعني من وراء التعدين يعني مبالغ مهمة جدا، ويتم ذلك من خلال أشخاص يقرروا باش يعملوا في مجال التعدين. يتم ذلك من خلال شراء باقة والحصول على توكن. التوكن هو القدرة التعدينية وبدء التعدين وجني عمولات سويس كوين ومن ثم بيعها عند ارتفاع السعر، مع العلم أنه يمكنك بهذه الطريقة أن تضاعف رأس المال لخمس أو ست مرات خلال 6 شهور. يعني أنت لو تأخذ باقة 25 يورو بعد 5 6 شهور تضاعف 6 مرات أو 5 مرات إذا كان أنت قررت باش تعمل في مجال التعدين فقط. أيضا يقدم لك مشروع سويس كوين 5 أنواع من البونيس: 10% مجرد شراء باقة، 10% بونيس البداية السريعة، 22% لقاء يعني توازن الفريق، أرباح على 11 جيل من الأشخاص اللي سجلوا تحتك، 1% من معاملات شركة. ولازم نعرف هنا اللي الشركة في النظام بتاعها باش تكون شركة يعني مصلحتنا احنا كشركاء معاها وغيره، وضعت نظام الأرباح كيفاش يتم 60% قابلة للسحب الفوري، و40% هي إعادة استثمار وذلك لضمان استمرارية الشركة ومصلحة الجميع، مصلحة الناس الكل. الربح من خلال سبلايت. سبلايت يمكنك من مضاعفة التوكن، والتوكن يزيد من قوة إنتاج العملة التي تعمل عليها. الشركة وضعت لك باقات مختلفة وعلى كل باقة تعطيك سبلايت، مثلا باقة 25 يورو إلى 1000 يورو تأخذ 1 سبلايت، أي مضاعفة مرة فقط. السبلايت الآن وصل 84%، والآن وأنا نحكي معكم وصل 89%. لما يوصل السبلايت 100% وأنت مثلا عندك 1000 توكن، ال1000 توكن راح يصيروا 2000 توكن. من باقة 1000 يورو إلى باقة 5000 يورو تأخذ 2 سبلايت، يعني التوكن يصير عندك ضعفين، ومن 7500 يورو ل 15000 يورو تأخذ 3 سبلايت، أي يتضاعف التوكن عندك 3 أضعاف. لك أن تتخيل قوة التعدين عندك ستصل لكم.
التوكن. التوكن هو محرك وأداة التعدين التي تحتاجها لتوليد العملة لديك، وكلما زاد التوكن زادت قوة التعدين عندك، وبالتالي أنتجت عملة أكثر، عملة سويس كوين. نصيحة: اشتري باقتك من الآن قبل نهاية السبلايت الأول، لأنه مع بداية السبلايت الثاني يصبح التعدين أصعب. خذ مثال الآن، واحد توكن يساوي واحد سويس كوين، لذلك من يشتري باقته من الآن قبل وصول السبلايت 100% فإنه يربح مرتين. الأولى يضاعف رأس ماله مباشرة، الثاني يشتري سويس كوين بسعر أقل من الذي سوف يشتريه بعد المضاعف. مركز العمل الخاص بك كشريك وعضو في شركة سويس كوين، هنا الكوين سبيس فري كوين. فري كوين هذه 100 سويس كوين هذه فري، تعطيها لك الشركة مجرد تسجيل مجلة. الكوين فالي هذه مش تبدأ يعني قيمة سويس كوين اللي في حوزتك. التوكن حكينا عليه، التوكن هو الدينامو، هو محرك التعدين عندك. هنا البونيس ذيس داي هذا الأرباح اليومية اللي يتم تحويلها لك مباشرة، بمجرد إنه أي شخص مسجل معاك يشتري باقة مهما كان سعرها. بونيس سنس ستار والإيوالات، الإيوالات هي المحفظة الشخصية بتاعك اللي يمكنك تسحب منها. الكاش أكونت يعني يعطيك الشبر اللي تقدر تسحبه بالضبط. الترادينج اكونت هو إعادة استثمار يعني النسبة 40% اللي تم اكتسابها وربحها، هذه ترادينج اكونت هي إعادة استثمار. هنا البارتنر فيرست لاين مسجلين معك مباشرة، والبارتنر سيكوند لاين اللي مسجلين في الفريق بتاعك، لأنه الموقع اليوم فيه مانتنانس ما قدرتش باش نشرح لكم من مركز الأعمال الشخصي الخاص بيا. إذا هنا سويس كوين الآن مبدئيا سعرها 0.03 سنتيم، ننتظروا كم باش يوصل السعر هذا. عمولة الفريق كما حكينا عليها 10% عمولة مباشرة، 10% عمولة بداية سريعة، 22% عمولة التوازن، 11 جيل ممكن تكسب منه يعني عمولة، تاخذ منه عمولة، 1% عمولة من رقم معاملات الشركة. باش نعطيكم مثال على كل حالة. أرباح الأجيال عندك، ال 11 جيل اللي تربح منهم أنت يسجلوا تحتك، مثلا سجلت شخص وشخص سجلت شخص واللي تحت سجل شخص. الشخص الأول تكسب عليه 5% لأنه هذا راه نظام هجين، نظام ما تمش اعتماده قبل. الشخص اللي تحتك مباشرة تاخذ عليه 5% من قيمة الاستثمار اللي استثمره هو، تربحه أنت بونيس. اللي تحته هو 10%، اللي تحته 15%، الجيل الرابع 20%، الجيل الخامس 15%، الجيل السادس 10%، الجيل السابع 5%، الجيل الثامن 4%، الجيل التاسع 3%، الجيل رقم 10 2%، والجيل رقم 11 1%. فكما تشوفوا هنا اللي نظام فريد ونظام رائع جدا، انه انت تربح على مثال على الجيل الرابع 20% من قيمة الاستثمار اللي استثمره هو. باش نعطيكم اكزامبل، مثال مثلا انك باش توصل للبلو ديامون لازم يكون تحتك، لازم انت يكون تحتك شخص ايميرلود، شخص الايميرلود هذاك تحته شخص سفير، السفير هذاك تحته شخص جاد، الجاد هو الشخص اللي تحته دو يوزر، عنده زوز يوزر تحته دو بارتنر. هنا العموله نتاعك الربح نتاعك مش دون احتساب أرباح الفريق اللي حكينا عليها 10% 10% 22% 11 جيل 1%، لا، هذا بونيس وحده تاخذ 5000، وقت توصل للجراد هذا تاخذ 5000 أورو مباشر دون احتساب العمولات اللي خديتها من خلال استثمار الأعضاء اللي معاك، ودون احتساب أيضا التعدين وغيره. كما تشوف هنا الباقات، الباقات تبدا من 25 اورو توصل 15000 اورو. كل باقه تعطيك مثال، باقه 25 اورو تعطيك 200 توكن، لما يتم المضاعفه يصير 400 توكن، تصير انت استثمرت 25 تصير 50، 250 باقه 250 اورو تعطيك 2500 توكن. انا ننصح الناس انه البدايه نتاعهم تكون لو يحبوا يعني كسب حقيقي وسريع وجيد جدا انه يبدا من 250 اورو. انا شخصيا اول استثمار ليا كان ب 1000 اورو. هذه الباقات امامكم 500 1000 2500 5000، ديما تشوفوا هنا التوكن، ديما كل ما تكون الباقه اعلى يكون التوكن اعلى. انا استثمرت
1000 يورو خديت 1000 توكن، الان عندي اعاده استثمار وغيره وصلت ل 1500 توكن، وصلت ل 10500 توكن، مضاعف ارباح. الباقات امامكم. ايضا الشركه وضعت لنا بطاقه ماستر كارد سويس كوين، مش يتم اصدارها في شهر 6 شهر 9، مش يتم اصدار البطاقه هذه باش يتم عمليه يعني سحوبات وغيرها. لين تحضر البطاقه عندكم بنوك الكترونيه متوفره، موفرتها لكم الشركه، ممكن تستخدم البنك الارضي الخاص بي تسحب بيه، لان يعني معانا اعضاء كثير سحبوا عن طريق البنك الارضي، وممكن تستخدم الباي بال، لان الباي بال فعل الان، مازال عندنا الباين والبايزا، الاوك بي انفعلت تقدر تسحب الاوك بي، فما بنوك مازالت مش مفعله لكن مش تدفعها، نتصور ممكن اليوم تدفعها. المدير التنفيذي للشركه امامكم وبعض الليدر في شركه سويس كوين، فريق سويس كوين امامكم، بعض الليدرات، هذا الفريق المشرف على يعني موقع سينت موقع غيره، وفيه بعض الليدرات اللي كسبوا ارباح كما الشخص اللي يحمل شيك امامكم، هذا كسب ارباح، هذا من اكبر يعني من ممكن هو اول ليدر طلع في سويس كوين اول ما تم انشائها، الشخص اللي يواليه هذاك شهاده ماخذ متحصل على شهاده من شركه سويس كوين. وهكا نكونوا انهينا اللقاء تاع الليله والندوه تاع الليله سويس كوين عرب. لمزيد الفهم والتواصل التحق بجروبنا على الفيسبوك مع تحيه فريق سويس كوين عرب. ان شاء الله نكونوا شرحنا يعني المنظومه، ولو فما اسئله وغيرها ان شاء الله نجاوبوا عليها. إذا باش نكتفوا باللقاء نتاعنا الليلة، إن شاء الله يكون واضح، ولقاءات مازالت متواصلة. نطلب من أعضاء فريق سويس كوين عرب اللي معانا أنهم يحاولوا يكونوا موجودين في الموعد وفي التوقيت اللي نحدوه. نتمنى نجاح للناس الكل وبون شانس، ونحاولوا أن ما نضيعوش الفرصة هذه يا جماعة.